عندما يزداد الضوء خفوتاً والقلوب تضطرب يبدأ الهلع الفطري. الهلع الفطري نفسه الذي كان يستولي على أسلافنا كلما رأوا الشمس تعجل بالغروب يوماً بعد يوم. لعلهم كانوا يقولون لأنفسهم في يأس: غداً ستذهب الشمس إلى الأبد. ثم يقضون الليل في الجبال وهم يرتجفون خوفاً لتعود في النهار قوة أخرى تناضل مع الإنسان، هي ضوء النهار. قصة طويلة تبدأ لحياة وعالم الإنسان، إنسان ما قبل التاريخ، بداية قصة صراع الإنسان مع الطبيعة التي حلم دائماً بالسيطرة عليها، رحلة معه من حياته إلى موته. في عصور ما قبل التاريخ محطتنا اليوم، لكن ما هو عصر ما قبل التاريخ؟ وهل هناك إنسان داخل التاريخ وإنسان قبله؟ الفترة الزمنية الممتدة منذ بداية خلق الإنسان من 7 ملايين سنة وحتى اكتشاف الكتابة عام 3200 قبل الميلاد وبداية مرحلة التدوين سميت عصور ما قبل التاريخ. قسم العلماء هذه الفترة إلى 4 فترات زمنية، هي: العصر الحجري القديم، عصر بدأ منذ ظهور الإنسان حتى 17,000 سنة قبل الميلاد، وأقسامه هي: العصر الحجري الوسيط، ويسمى أحياناً بالمرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم، وبدأ فيه التنوع في الثقافات فأصبحت ثقافات إقليمية ومحلية. العصر الحجري الحديث، ويعتبر أهم المراحل في تاريخ البشرية، حيث اهتدى الإنسان إلى الزراعة والتدجين وصنع الفخار، وتطور لديه الفكر والاعتقاد الديني. العصر الحجري النحاسي، وفيه عرف الإنسان النحاس وصنع منه الأدوات. اعتمد العلماء على عدة أمور مهمة في كيفية التقسيم الزمني، منها اعتمادهم على تطور الأدوات الحجرية، دراسة البقايا البشرية، دراسة الطبقات الأثرية، دراسة البقايا النباتية والحيوانية. نقصد بعصور ما قبل التاريخ هي العصور التي سبقت الكتابة، والمقصود في آثار عصور ما قبل التاريخ كل شيء تركه لنا الإنسان من آثار مادية وغير مادية قبل أن يدون أو يظهر الكتابة في حوالي منتصف الألف الرابع، بناء على النتائج التي توصل إليها ألفريد روست عن عصور ما قبل التاريخ في سوريا، لفتت الانتباه إليها
بعد الحرب العالمية الثانية في الخمسينات والستينات جرى في المنطقة سواء في بلاد الشام ومن ضمنها سوريا حملة مسوحات أثرية كبيرة، أسفرت هذه المسوحات عن نتائج هامة، مواقع هامة تركت بصمة كبيرة في مجال البحث في عصور ما قبل التاريخ. من هذه المسوحات ولعل أهمها قد تكون هو المسح الذي قام فيه باحث هولندي يعمل في مختصا كان أنذاك في التربة لدى الحكومة السورية، قام بمسح في منطقة العاصي، وهو أجرى مسوحات أيضا في منطقة حوران وفي منطقة الفرات، ولكن هذا المسح الذي أجراه في منطقة العاصي أسفر عن اكتشاف موقع هام جدا هو موقع اللطامنة. أهمية موقع اللطامنة أنه الموقع الوحيد أو من أوائل المواقع التي كشف فيها أرضية سكن تعود إلى حوالي 500 ألف سنة. بعد هذه المسوحات أيضا جرى مسح لعالمين يابانيين أو باحثين يابانيين شمل سوريا ولبنان اسمهم سوزوكي وكوبوري في نهاية الستينات 69 إلى 70، واكتشفوا حوالي 100 موقع يعود إلى العصر الحجري القديم أو ما يسمى بعصور ما قبل التاريخ الباليوليتي. هذه المسوحات شملت لبنان من جنوبه إلى سوريا في منطقة جبل عبد العزيز في الجزيرة السورية. في السبعينات حصل عندنا مشروع اقتصادي هام جدا هو مشروع سد الفرات، وهذا المشروع شمل أو غطت مياه السد، كان المفروض أن تغطي أو غطت العديد من المواقع الأثرية، فجرت حملة دولية لإنقاذ مواقع سد الفرات. هذه الحملة الدولية والتنقيبات الأثرية جاءت باكتشافات هامة جدا، لعل أهمها كان موقع المريبط وموقع أبو هريرة، وكانت بعثات ترأسها الفرنسيين وخاصة الباحث الفرنسي الكبير جاك كوفان، وجاء الدليل الأول على الزراعة أن استخدام الزراعة بتاريخ يعود إلى حوالي 7700 من إحدى سويات المريبط. في التسعينات كانت وصلت إلى درجة متطورة الأبحاث في مجال عصور ما قبل التاريخ، وتم التوجه إليها وحصلت اكتشافات هامة جدا في مجال عصور ما قبل التاريخ في هذه الفترة، لعل أهمها الطفل النياندرتال الذي اكتشف في موقع الديدرية بالقرب من مدينة عفرين شمال غرب حلب، وأيضا جاء اكتشاف جزء من جمجمة هومو أركتوس، إنسان الهومو أركتوس يعود إلى حوالي 300 ألف سنة في موقع الندوية في الصحراء السورية. كانت هذه الاكتشافات بمجملها أو من خلال رصد تاريخ البحث في أثار عصور ما قبل التاريخ في هذه المراحل، سواء المرحلة الفردية التي بدأها مجهودات فردية التي بدأها روست، وفي الخمسينات والستينات مرحلة المسوحات الأثرية، وفي السبعينات كانت مرحلة الإنقاذ، وفي التسعينات الاكتشافات الهامة، وضعت سوريا كأحد أهم الدول في مواقع عصور ما قبل التاريخ، وتبين أن هذه المنطقة قدمت في تلك العصور كانت لها موقع هام جدا ولها بصمة كبيرة في مجال عصور ما قبل التاريخ في العالم كله وليس فقط في هذه المنطقة. نتيجة هذه الأبحاث التي تمت من 1930 بداية من ألفريد روست إلى الآن، استطاع الباحثين في مجال عصور ما قبل التاريخ الذين عملوا في سوريا أن يقسموا عصور ما قبل التاريخ لدينا إلى عدة أقسام، كان منها ما يتفق مع التقسيمات، كثير منها يتفق مع التقسيمات العالمية. تبدأ عصور ما قبل التاريخ عندنا أو تقسيمات عصور ما قبل التاريخ بشكل عام هي العصر الحجري القديم ما يسمى الباليوليت، العصر الحجري الوسيط ما يسمى الميزوليت، والعصر الحجري الحديث ما يسمى النيوليت، وبعده العصر الحجري النحاسي الكالكولي. وبما أن دراسة ما قبل التاريخ تعتمد على مكتشفات الفن في المغاور والكهوف القديمة، كان لابد من واقع يكشف لنا عن تلك الفترة، فكانت الميسرة وعصور ما قبل التاريخ محطتنا كمرسم في الهواء الطلق، أدواته الطبيعة وريشته يد صانعها. المقذوفات البركانية تشهد عليها وتربتها الصفراء وحجارتها الكلسية البيضاء، وسط وادي الزيد العميق الرافد الأساسي لوادي اليرموك جنوب شرق مدينة درعا بحوالي 4 كيلومترات، طبيعة جادت على المكان نبعا مائيا رقراقا اسمه الميسرة.
كان وحتى فترة قصيرة يروي عشرات القرى والتجمعات عبر مراحل التاريخ كافة. وبعد جرف صخري عند انحناء جسم الوادي من الشمال للجنوب وباتجاه الغرب، يقوم الجرف الأكثر أهمية والذي يقارب طوله 500 متر، كتل صخرية من البازلت الأسود كبيرة الحجم تشرف على الشرق، تزداد رويداً رويداً باتجاه الغرب والشمال الغربي، كشفت عما خبئ قبل التاريخ. الصخور كانت شاهدة على هذا بما تعرضت له من عمليات نحت وصقل، حتى الحجارة لم تبخل بالشهادة عندما صمدت بعد أن شذبت زواياها. الميسرة منذ فجر التاريخ استقطبت أجدادنا وكانت ملاذاً لهم، واستقطبتنا اليوم لنستمع إليها ونكشف عن طيات ما قبل التاريخ فيها. في السفح السفلي القائم في أقصى الشرق كانت تلك الصخور والحجارة قد أجابت بما عليها، وكأنها آمنت بأن ما عليها هي رسائل مقدسة لا بد من إيصالها لتعطي برهاناً قاطعاً حول انعطاف الفن القديم نحو الطبيعة، نحو عناصر الجمال في الطبيعة، أن الفن لم يكن للسحر والاستقرار النفس وحسب، وإنما كان وسيلة للجمال الذي سما على مر العصور والظروف وارتبط بالعالم الخاص الذي يعيشه الفنان. وليبقى الرسم سابقاً للغة والكتابة. هنا متحف لأرشفة حياتهم والطبيعة واستعانة بكائنات فضائية من أجل الخلود، حيوانات عديدة، لا نقصد حيوانات حقيقية وإنما رسومات جدارية منفذة بأسلوب فني مبسط يعتمد على تحوير الشكل بخطوط خارجية غائرة بلطف، مع وجود نماذج قليلة تعتمد على تقنية التفريغ الكامل للشكل المراد تجسيده. الإنسان في تلك الأزمنة كان يقضي أوقات طويلة تقدر بالأشهر في تلك المغاور، وأراد نتيجة لذلك أن يشغل وقته في فعل نشاطات مفيدة، فأخذ ربما قطعا صوانية أو بازلتية أو من مواد غير محددة وأخذ ينفذ تلك الأشكال. تنبع أهمية مكان الميسري من أنه يعد نموذجا فريدا في المنطقة لاحتوائه على عناصر فنية وإنسانية قديمة جدا ترقى إلى الألف الثامن قبل الميلاد، وهي فترة النيوليت العصر الحجري الحديث. الأهمية تنبع من الأدوات الصوانية التي تم العثور عليها، الكهوف والمغارات التي سكنها الإنسان الأول، وأيضا النقوش والرسومات التي لا يوجد مثيل لها في منطقة الجنوب السوري على أقل تقدير. إذا من هذا المكان يمكن أن نأخذ فكرة نموذجية عن تطور المدن، انتقال الإنسان من مرحلة الصيد والالتقاط إلى الزراعة والتدجين في الفترة ما قبل التاريخ، فترة العصور الحجرية. وادي الزيدي والذي يعتبر فرع أساسي من وادي اليرموك يضم عشرات الكهوف والمغارات التي لا تزال بكرا وتحتاج إلى الدراسة. والطبيعة الجغرافية لهذا المكان طبيعة كلسية، مما سهل على الإنسان عملية الحفر وتجويف هذه المغارات التي كان بعضها طبيعيا والبعض الآخر قام الإنسان بتسويتها وزيادة أعماقها. فسكن في هذه الكهوف وكانت هي المركز الأول لتعامله مع الطبيعة قبل أن ينتقل بفترة لاحقة تقدر بحوالي 2000 عام إلى المراحل السكن الأولى، وهي البيوت الدائرية البسيطة والبيوت المربعة في الفترات التي لحقت ذلك عند اكتشاف المعادن. إذن الكهوف والمغارات شكلت مركزاً لانطلاق الإنسان في هذه المنطقة إلى العناصر الطبيعية للتعامل معها ولممارسة كافة نشاطاته الأولية. هذه المغارات أنجزها الإنسان بحسب حاجته لها، البعض منها كان مسكناً، البعض كان كخزانات لتخزين المواد الأولية والمواد الطعام، كانت حسب الحاجة.
الكهوف كانت كبيرة بعض الشيء، حيث يعني لابد أن تستوعبه هو وأفراد عائلته أو أفراد الجماعة التي كان ينتمي إليها. بعض الكهوف أو المغارات عبارة عن تجويفات للجلوس أو لمراقبة الطبيعة أو لترقب حركة الحيوانات لكي يستطيع اصطيادها ويعني السيطرة على هذه الفرائس. إذا كانت عبارة عن كهوف بعضها طولي بعضها بشكل عرضي، البعض منها جاء بشكل كهف مدخله كبير، البعض منها جاء بشكل مغارة مدخله ضيق وامتداده أوسع في الداخل. في داخل هذه المغارة يمكن أن نشاهد السقف منحوت بطريقة بدائية، بعض المصاطب للجلوس يعني متابعة الحديث أو متابعة النقاشات التي كانت تحصل بين أفراد هذه الجماعة وكيفية وضع آلية للسيطرة على هذه الطبيعة والاستفادة من خيراتها. جسد الإنسان العاقل مشاعره ومعتقداته بوساطة الأنواع الفنية المعروفة لدينا، وصار الفن من أكبر إنجازات هذا الإنسان. أثبتت هذه الرسومات التي تحدثت إلينا. يمكن الحصول على تواريخ غير مباشرة للرسومات الجدارية من خلال الربط بينها وبين الطبقات الأثرية في الموقع، أو الربط بين مختلف مستويات الطبقات الأثرية في الموقع، فضلاً عن المقارنات الفنية والشكلية للموجودات الفنية. أما الدراسات الحديثة فقد رفضت أن تكون هذه الحيوانات المرسومة هي المصطادة نفسها أو لها مدلولات حول الخصوبة. خيل رشيق اتجه نحو الجنوب الغربي، ليس حقيقياً بل بدا كذلك، نحت من مقدمة الرأس وحتى نهاية الذيل. تم إدخال تشكيلاً في قسمه الخلفي لتشكيل حيوان جديد في مرحلة لاحقة يقوم تحته شكل لحيوان واضح بعض الشيء أقرب للثور. الحيوان الثالث غير واضح لتداخل الخطوط مع بعضها، وقد يكون جمل مع حيوان آخر، وقد يكون حيواناً أسطورياً. يوجد تشكيل من ثلاثة صخور ضخمة تتقاطع بالرؤوس باتجاه الشرق، أي أنه عملية نحت شهدها المكان نظراً للنعومة الكبيرة في الجوانب. أما الأشكال فهي من الشق المتجه للغرب ما يلي: حيوان من الشرق يتجه للغرب، معالمه غير واضحة، وذلك لطريقة النحت غير الدقيقة ولوجود كسر في الصخرة بشكل مائل. للغرب منه مباشرةً حيوان آخر يتجه للغرب، ونفذ هو الآخر بشكل خطوط. النقوش الصخرية كتعريف هي لوحات جدارية منتشرة في مناطق واسعة من الصحارى العربية، من الصحارى في شمال أفريقيا إلى صحارى شبه الجزيرة العربية. عثر على الآلاف من هذه اللوحات التي نقشت في الهواء الطلق، وجسد فيها الإنسان محيط بشكل كبير جدا. هناك لكل عصر نوع أنماط معينة من النقوش الصخرية. فمثلاً بعصر الميزوليت الذي ذكرناه قبل قليل أنه كان الغزال موجود فيه وكان التجسيد الحيواني بشكل كبير جداً، كان هذا العصر جسد بالنقوش الصخرية بحيوانات مبهمة الهوية، غير معروفة هويتها، هل كانت حيوانات بقرية أم شيء ما، حيوانات خرافية ذات حجم كبير جداً
مبالغ في حجمه وتصغير حجم الإنسان، تصغير حجم الإنسان بجانبها لشيء بدرجة يلفت الانتباه لهذا التضخيم وتصغير الإنسان بنفس الوقت. عندما جاء نيوليت ذكرنا أنه في بلاد الشام وفي المواقع تم التركيز على الشكل الحيواني، ولا سيما الثور. الثور أنه رسم بشكل كبير، رسم كمصطاد ورسم كقرون ذو قرون كبيرة. أيضا النقوش الصخرية جسدت هذا الحيوان بكل واقعية، بواقعية كبيرة جدا. رسم في حالة حركة، رسم في حالة سكون، رسم الثور في حالة حمل وعدة أجزاء، رسم حيوانات صغيرة داخل بطن هذا الحيوان دليل أنه الحمل، رسم كمصطاد ويغرس في أماكن قتل يعني قاتلة بالنسبة لهذا الحيوان، يعني لم تزرع الحربة بأماكن عشوائية، وإنما هي جهة الصدر وجهة الرقبة الأماكن القاتلة، وهذا دليل أنه الإنسان كان يعلم كل شيء عن هذا الحيوان. ومؤخرا اكتشف عندنا في سوريا ولم يخضع لدراسة هذا الموقع في منطقة درعا، اكتشفت نقوش صخرية على غاية كبيرة من أهمية، وقد تؤرخ على بداية نيوليت في حوالي 1009 أو ما بعده قليلا، لم تخضع لازال لدراسات. وهذه بدايات النقوش الصخرية أو من أوائل المواقع التي تعود إلى النقوش الصخرية في سوريا. بعد هذه المرحلة كانت أيضا هذه المرحلة مرحلة مناخ رطب ومرحلة واحات وأشجار كثيرة ومياه كثيرة في شبه الجزيرة العربية، وأثبتت الدراسات الجغرافية أيضا هذا الأمر. مرحلة بام بعد النيوليت بعد 1006 بدأ نوعا ما شيء من الجفاف، وهجرت مواقع كثيرة للنقوش الصخرية. بدأ الإنسان يتبع المياه بعد أن جفت هذه البحيرات، فأيضا هذا أثر فيما أثر عليه على نوعية الفن، لأنه الإنسان غير مستقر في مكان واحد وكان كثير التنقل، فهذا أثر على نوعية الفن، فلم يعد ذلك الفن الذي يشمل كل الجسم، ذلك الفن الواقعي جدا الذي شاهدناه في فترة نيوليت ما قبل الفخار به، وإنما أصبحت فنون نوعا ما تخطيطية فقط، تحصر إطار على الجسم ونوع من أنواع الخطوط، وغير معروف نوع الحيوان ولكن غير ذات تقنية عالية كما شاهدنا. أبرز ما يمكن أن نتحدث عنه تلك النقوش البدائية، وهي مثار اهتمام لكثير من الباحثين ولطلاب العلم، كونها تعد النموذج الأول لهذه الرسومات الناضجة خلال فترة العصر الحجري الحديث. هذه الرسومات تم ملاحظتها كما ذكرت قبل قليل أواخر التسعينيات من خلال أعمال مسح بسيطة بمساعدة بعض الأصدقاء، تم توثيق هذه الرسومات بشكل أولي أو بشكل مبدئي. قمنا بذلك بعد ذلك في العام 2004 بإجراء موسم تنقيبي في هذه الرسومات لمعرفة ماهيتها وإلى الآلية التي تعود إليها وإلى الحالات التي قام الإنسان بتنفيذها خلال هذه الرسومات وتجسيدها. توصلنا لبعض المعطيات، قمنا بإجراء بعض الأسبار، كانت البعثة الوطنية تابعة لدائرة آثار درعا بإشراف المديرية العامة للآثار والمتاحف، تم توثيق عدد كبير من هذه الرسوم المتنوعة الأشكال والأحجام والتي نفذت بطرق بدائية، طريقة النقر بخط بسيط أو طريقة التفريغ الكامل أو طريقة الطرق ببعض الأدوات الحجرية البازلتية والصوانية، وصولا إلى هذه الرسومات التي لازلنا نبحث عن مرجعيتها، هل هي نفذت لأسباب نفسية، نفذت لأسباب جغرافية، نفذت لأسباب دينية، يعني ما هي مرد هذه الرسومات. ربما كان الإنسان يشاهد هذه الحيوانات فقام بتصويرها ليستأنس بها وليتم نقل صورة من البيئة إلى هذه الصخور. بعض الأبحاث تقول أنها كانت يعني لها دور نفسي ودور ديني للتعامل مع هذه الحيوانات، من أن الإنسان كان يخاف من هذه الحيوانات أو يعني يخشى حركتها أو يعني يتعرف عليها المرة الأولى، فقام بتجسيدها لكي يستأنس بها وكيف يعني يتعامل معها وكيف يتم عملية تحركها بشكل قطعان أو بشكل إفرادي. إذن جسد هذه الرسومات بشكل بدائي. لدينا عدد كبير يقدر ب30 لوحة تقريبا منفذة بالحجر البازلتي الأم، هي نموذج فريد للمنطقة وحتى لسوريا بالكامل. تضاف إليها بعض النقوش التي قمنا بالكشف عنها ولأول مرة سوف تذكر في الأبحاث القادمة، نفس التقنية أو بتقنيات أخرى
طبعا بأودية غير وادي الزيدي وأودية الهرير والعلان والرقاد. إذا يضم هذا المكان أو يدل بالنهاية على وجود فن إنساني متطور عاش بسوريا منذ ما يزيد عن 7000 عام قبل الميلاد. تم يعني إجراء هذه اللوحات وتجسيد فن إنساني راقي جسده هذا الإنسان بطرق بدائية، ولكنها كانت يعني مشعل نور للباقي الحضارات التي انتهجت وسائل وتقنيات أخرى في تجسيد الثقافات التي وصلت إليها. إنسان ما قبل التاريخ وإلى اليوم ما زال يؤرشف بيئته ويستوحي منها فنه، ليقول لنا هكذا عشت وأعيش، لا بد من الخلود. إنسان ما قبل التاريخ أرشف حياته وترك لنا أجرانا دائرية محفورة. العديد من القطع الصوانية المصنعة من المصال والفؤوس ورؤوس النبال والمقاشط والنواة الأم التي أخذت كل القطع من صلبها. مع عدم ملاحظة أي وجود للنماذج الفخارية من أي من العصور، انتهت حياته وهو يبحث عن الخلود، ولتبقى حربه ضد الموت خاسرة، وحتى باستعانته بتلك الكائنات الفضائية. فهل حقاً استعانوا بها في حربهم تلك؟ حرب من أجل الخلود؟ الدولمن، المنهير، المجليت، الكروملخ، لسنا نتحدث بلغتهم، وإنما هي إحدى أبنيتهم، ولكنها أبنية لحياة الموتى وليس البشر. كلمة دولمن تعني بالإنجليزية منضدة الحجر، وقد يكون ذلك إشارة إلى العشاء الأخير للراحل الذي يتم تحضيره فوقها. لكن الدولمن هي المدافن المقدسة التي تشير كذلك لبدايات فن العمارة البشرية، وسميت كذلك منهير إشارة للمسلات، ومجليت وتعني النصب الحجرية، وكروملخ وهي الساحات المبنية من الحجر الخام. مدافن الدولمن دارت حولها الكثير من الأساطير والروايات الغريبة التي تداولتها الشعوب، وقد يكون شكلها الفريد وأحجامها الهائلة هما سبب في ذلك، لدرجة التفكير بأن حجارتها هبطت من السماء، أو أن كائنات ربانية تفوق طاقتها إمكانيات الجنس البشري جاءت من كواكب أخرى فأشادتها وذهبت لمستقرها البعيد. لكن مع العلم الحديث ثبت أن الإنسان هو بالتأكيد من بنى هذه العمارات المتقنة والمبكرة تاريخياً، معبراً عن معتقداته، مؤكداً نضجه الفكري والحضاري. عصور طويلة تمضي، المصور أو النحات يبقى عبرها يحاور الواقع بلغة تشكيلية بدائية وصيغ يستطيع الفنان استخدامها لتشكيل رؤى خاصة للواقع أكثر من أن تعبر عن مهارة عالية بنقل هذا الواقع.